السلام عليكم، شلونكم عيني؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. هذا آخر يوم بالسنة من 2023. إن شاء الله السنة القادمة تكون سنة خير وسلامة وعافية وسلام على جميع العالم، على الأمة الإسلامية وعلى جميع العالم إن شاء الله. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم، يحفظ الجميع إن شاء الله. اليوم خلينا نسوي فيديو على السجاد. ما شاء الله شوفوا نشاطه رغم انخفاض درجات الحرارة، النشاط مستمر. عندي مجموعة الحمد لله خير من الله. صح العام تأثرت كثير، واللي بقى من عدة حاولت أرجعها الحمد لله والشكر، هذا فضل من الله. والأسبوع الماضي كاثرت مجموعة، والبارحة أيضا كاثرت مجموعة، فتندمت ما سويت فيديو وشوفت لكم إياها. المجموعة اللي كاثرتها وزعتها بين السنادين. أزرعاني السجاد أكاثرة زراعة مباشرة، ما يعني ما أجذرة، أقطع وزرع. هو يعيش بالحالتين، يعني ممكن التكاثر سواء بالتجذير أو الزراعة المباشرة. أنا المجموعة اللي عندي كلها أسويها زراعة مباشرة. ممكن أقطع مرات، يعني كم غصن أحطهن مع، يعني أحطهن أختار مجموعة من اللبلاب وكف الوزة أسويهم كمزهرية، كفشي بالبيت داخل البيت منظرة أخليه على الطاولة مال الطعام. وممكن أنزل معاه كم غصن أقطعهم من السجادة أحطها حتى يغير باللون، وأيضا من المكحلة اقطع كم غصن واحطهم حتى مو بس اخضر يضيف لون. بس هو بصراحه الهدف مو تكاثر، يعني حتى اجذرها اقصد بيها. ازرع مباشره وما شاء الله شوف المجموعه اللي عندي. هاي من ضمن مالت البارحه، سويت سندانه صغيره. وهذه المجموعه اللي قطعت من عندها، كاطرافها كانت يعني كلش طويله وقطعت اكثر من عندها قطعتها. بالنسبة لتكاثر الأسبوع الماضي، هذه كانت السندانة، وهذه اللي زرعتهم مع اللبلاب، مع السندانة مع اللبلاب اللي تكون أوراقها اللي شوفت لكم، سويت لكم فيديو عليها، أوراقها صارت كبيرة. السجاد من النباتات الخارجية يحتاج شمس مباشرة كم ساعة، التربة بتموس أو زميج. بصراحة قبل زرعته بالحديقة، يعني حتى بتربة الحديقة عاش، بس مثل ما ذكرت السنة الماضية بالشتاء من خفض درجات الحرارة 3 و4 تحت الصفر و2، بصراحة انثلج يعني نقول بالصقيع ومات. فهذه السنة سويت، حطيت سويت خليت شنو أسوي، المحمية البلاستيك، خليت لهم غطاء بلاستيك أكشفه بالنهار من تكون الشمس مباشرة. هسه شوفوا مكشوف حتى تدخل الشمس وأيضا الرطوبة تروح، ومن هس النبات يستفاد من الشمس. يعني هذا السقف نص خشب ونص بلاستيك، سبق ونزلت لكم فيديو عليه بس يعني للتوضيح. السجاد هو نبات خارجي مو داخلي. إذا تريدون تخلونه داخل البيت المفروض يكون قريب على شباك أو على باب زجاج، يحتاج شمس مباشرة ويحتاج ضوء الشمس حتى الألوان مالته ما تروح. إذا نحط في مكان صح، أكو إذا أكو إضاءة، يعني إذا داخل البيت أقصد به، بس في حالة إذا ما أجت ضوء الشمس عليها راح تغير الألوان ويصير اللون شاحب، ألوانه شاحبة. بينما سادرين إضاءة طبيعية وما شاء الله شوف الألوان، ألوانه زاهية سبحان الله. عندي هذه المجموعة، وكل ما أريد أقطع من عندها حتى انطيت من عندها، يعني وزعت بصراحة لصديقاتي اللي يجون علي أعطيهم من عندها، والحمد لله بتكاثر مستمر. واني قبل كانت ايضا صديقتي ايضا انطتني، فحاول اكاثر المجموعة اللي عندي. ضفت هاي السنة، هذه السنة ضفت هذا البلاب
هذا النوع وضفت هذا النوع لهم. المجموعة اللي كانت عندي هذه الأحمر، هذا هاي المجموعة، هذا النوع. شوف هذا ما شاء الله سبحان الله، شوفوا الماروني كثير والحافة بس الورقة خضراء. هذه المجموعة هي كلها من تقريبا من سندانة واحدة، يعني من كل نوع سندانة واحدة، وهاي كاثرتها المجموعة كلها. اقطع وازرع. درجات الحرارة المفروض ما تكون يعني تحت الصفر، لين يتأثر المفروض يتغطى. يعني في حالة المساء إذا انخفضت درجات الحرارة، يعني ستوصل درجات الحرارة عندنا بالليل 6 7 8، مع هذا أغطيها، أنزل البلاستيك عليها، والصبح أكشفها حتى تدخل الشمس عليها. يعني درجة الحرارة الطبيعية اللي هو يعيش بها، مثل إحنا بالنهار توصل عندنا 17 18 لحد مثل 3 الظهر، حسب مرات 11 مرات، يعني حسب، يعني حسب الجو الشتاء. بالصيف عادي ماكو مشكلة، أنا أخليهم، كنت محاطتهم أمام البيت، توصل درجات الحرارة 44 42 46، ذاس أوكي ماكو مشكلة عليها. فترة تجي الشمس من الساعة 11 عليهم هناك، كانت من كانوا أمام البيت، بس هسه الشتاء دخلتهم هنا، وإن شاء الله على الربيع إذا ربنا خلانا طيبين راح أطلعهم أرجعهم مكانهم عند مدخل البيت. بعض الأخوة يقولون درجات الحرارة بالدول العربية حارة أو مثل باردة هسه بالشتاء، هو يحتاج حماية سواء بالصيف أو بالشتاء. بالصيف من الحرارة المفروض واحد يخليه مثلا إذا تخلوه بالظل، ممكن مثلا بطرمة أو بجراج أو تحت الأشجار، وتجي عليه شمس وظل، هذا كله زين بالنسبة له، يحتاج جو رطب. التربة إذا نشفت لا تخلون التربة مالته تنشف للنهاية، لأن رأسا تشوفون النبتة تذبل. عندي صارت كم مرة السنة الماضية، سوري مو السنة الماضية، بالصيف إذا تأخر عليها أني أسقيهم يا أما الصبح أو المغرب بعد ما تروح الشمس. تصدف أيام مثل يومين أو 3 ما سقيتهم والجو حار، رأسا بس تنشف التربة، لأن يعني السنادين كلها مثقبة من الأسفل، فالماي ما يظل بالتربة مالتها بالسنادين، السنادين مثقبة ينزل المي. فإذا ما انسقت تشوفون التربة، تشوفون النبتة سبحان الله تذبل، رأسا تنزل أوراقها. يحب التربة الرطبة نوعا ما، خلي نقول مثل التربة خلي تكون يعني تنشف، إذا نشفت 20 أو 30% المفروض تنسقي، ما توصل 40 50 أو 50، رأسا راح تذبل النبتة، حرامات تخسروها. وأنا بصراحة من أشوف نبتة يعني أخسرها يعني صدق أنقهر، لأن تعبت عليها، اشتريتها أولا، اشتريتها بمصرف، اشتريتها بفلوس، تعبت عليها، حاولت أغير بها كثير شغلات من سندانة من تربة، فمن أشوف سندانة تموت عندي صدق أنقهر بصراحة، لأن نبتة واحد يهتم بها خسر عليها، خسر عليها وقت. ف دير بالكم على نباتاتكم. هذه تكلمنا على التربة، تربة بتموس، تربة نهرية، تربة مع الحديقة، كل التراب، كل أنواع التراب تعيش. التكاثر سواء نقطع ونزرع أو الجذرون، بس بصراحة أنا قلت لكم أني أقطع وأزرع. كيف أقطع وأزرع؟ خليني أشوفكم هسه، مثل هذه عندي، خليني أقطع هذه طرية بشكل، لا سنغرسها بالتربة. هذه هذا الأسبوع الماضي اللي كاثرتهم، ممكن تذبل إذا شفتوها ذبلت شوي، هاي مسألة طبيعية تذبل بالبداية، وبعدين تأخذ لها يومين 3 ذبلان وترجع طبيعي شوي شوية وترجع، ما عليها شيء. هذول اللي قبل 3 أيام كان شوية كانوا نازلة شوية الأوراق مالتهم، هسه الحمد لله رجعت، لين صار أسبوع. خلينا اشوفكم البارحة اللي انا سويتهم كيف هو الوضع مالتهم. هاي اللي البارحة كاثرتها، هذه شوية ذبلانة، هذه شوف ما شاء الله نشطة عادي ما بيها شيء. هذه ثاني طبعا، هذول زرعتهم، هاي ويا عندي نبتة مال لالينجي مال الكيوتي حطيتها هنا، شفت السندانة يعني فارغة بس هاي شتلة بيها، شتلة انكسرت، فضفت هاي ويا حتى ايضا اضيف لها خضار. هنا أنا مع الافوكادو، شوف هاي ما شاء الله، شوفوا لونها شلون
حلو. هذه مع نبتة الأفوكادو زرعتهم البارحة. حتى تتكاثر ومنها تضيف لون الأخضر. وأيضا هنا عندي وحدة زرعتها أيضا مع العنكبوت. هذه بعدها ذبلانة تذبل فترة كم يوم وترجع طبيعية. طول ما هي الظروف المناخية والمناسبة لها متوفرة فهي شوي شوي وترجع. هذه هي المجموعة، مغير هي هالمجموعة اللي عندي هنا كلهم تحت السقيفة تحت المحمية البلاستيك. شوفوا جمالها. اكو طريقة مالتكاث مثلا في حالة بانه عندكم مثلا هسه عندي هذا اللون، هاي طبعا نصيحة من احد الاصدقاء، عندي هذا اللون وعندي هذا، في حالة اريد اسوي نبتة جديدة في حال تكاثرها بالاوراق مو بالازهار او البذور اقصد بيها، انا ما بصراحة ما نجحت عندي يمكن مرة كم نبتة بس ما حبيتها بصراحة لين تاخذ وقت طويل فاقطع وازرع هذه المباشرة. في حالة مثلا هسه عندي خلينا نقول هذا اللون وهذا، حتى اضيف لون جديد الي نحاول نسوي شنو؟ تلقيح. شوفوا هاي مثلا هسه هذه خذت هاي من هذه، شو اسوي؟ يعني مثل النخل تتذكرون التمر، اضرب هذه بهذه حتى تنضاف ينضاف لون جديد عندي. هذه اخذت من عندها، اخذ مثل من هذا هسه غصن اسوي على هذه، نضربها واحدة بالثانية حتى ينضاف لون جديد للمجموعة. مرور الوقت إذا ربنا أراد ونجحت الطريقة إن شاء الله فينضاف لون جديد عندنا، يعني لون أنتوا تسوونه. هذه ما ماكو بصراحة ما حكوا واحدة من عندهم طالعة يعني بها، كان أخذت من عندها وسويناها على هذه. بس هذه هي المجموعة البارحة سويتها وقلت أشوف يعني في اعتياد هي البذور وين راح تنزل، تنزل بالسندانة. فإذا مرور الوقت إن شاء الله وإذا ربنا راد هي فهي تتكاثر بهذا الشكل، يعني بالتلقيح يعني أقصد بها. هذه بصراحة أنا ما مجربتها أول مرة، نصيحة من أحد المتابعين والله يجزيه خير على هذه النصيحة. ولهنا وصلنا على نهاية الفيديو، شو رأيكم بالسجاد؟ لا تنسوني بالتعليق والإعجاب، مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، فعلوا خاصية الجرس حتى أي فيديو أنزله يكون عندكم. أشوفكم إن شاء الله فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.